نعمل تي ار، نعمل اسا التي دي. السطر الاول المفروض فيه خلية واحدة اللي راح تتوسع على او تتسع ل ثلاث اعمدة، يكون منتشرة على ثلاث اعمدة. عشان هيك شو بنعطي فيه بقلبها؟ كول سبان. كول سبان معناه كول من كولون، عمود. كول سبان قديش بدك، كم عمود بدك اياني اكون انا منتشرة؟ بقول له بدي اياه على ثلاثة. معناه ان السطر الاول لازم يكون فيه خلية، اوكي؟ وإسا الاسطر اللي جايات لازم يكون فيه ثلاث خلايا، هاي بتكون قدن الثلاثة. اذا كان اكثر من ثلاث خلايا بتكون هي بس اول ثلاثة. بنعمل إسا كمان تي ار، اذا نعص عند التي ار النهاية بنعمل كمان تي ار تحتيه. تي ار وبنعمل فيه ثلاثة تي دي. واحدة وانا بعمل كوبي بيست، كنترول في كنترول في. طبعا علشان يبين عنكو اكتبوا لي استاذ بقلب التي دي، مثلا التي دي اللي بالسطر الاول هاي وين كتبنا كول سبان، اكتبوا تايتل عشان يبين لنا تايتل او عنوان. وهون اكتب مثلا A B C. بقلب التي دي استاذ اكتبوا اي اشي بس عشان يبين اخرى شوي. هذا السطر استاذ انسخوه كمان مرة عشان يصير عندنا سطرين. اوكي استاذ هاي النتيجة هون عندنا، انتبهوا. اللي بدي تنتبهوا لي استاذ انه طلع عندنا خلية اللي هي قد ثلاث خلايا، واضح استاذ قد ثلاث اعمدة. هذا الهدف. عشان يصير في عندكم لون اسا حطوا البوردر برا، بريت ستايل اكتبوا بوردر يساوي خمسة. المهم من جوا هيك بده يصير عندكم الجملة. اذا انا بدي اعمل يكون في عندي استاذ خلية اللي هي قد سطرين مثلا، بدي اختار الخلية تحت السطر الاول. اول شغلة استاذ معاي، اذا انا بدي خلية قد سطرين معناه السطر الثاني مش لازم ينقص منه عمود. يعني عمليا اذا انا بدي اعمل مع هاي اسا اعمل رو سبان، اعملوا رو سبان واكتبوا اثنين. هيدا تاخذ اسا يعني اذا تكون قد ايش؟ قد سطرين. بدي اقيم خلية من هون ولا لا؟ اقيم خلية من هون وجربه. بيطلع عنا الـ A قد خليتين قد سطرين، وهون هذا قد ثلاثة. واضح استاذ؟ ويب بيجز نيو جافا باكج، ايوه سميها بيكس، بي اي سي اس، بيكس يعني بيكتشرز، فينيش كيف كباس يمين على ويب بيجز نيو، مش مبين عندكم فولدر زي مزبوط؟ مبين؟ اختاروا فولدر. اللي مش مبين، اللي مبين يعمل فولدر ويسميها بيكس، اللي مش مبين بروح على اذر في التفريط هون الاول، بنزل على الاخر في كمان اذر في التفريط اللي على اليمين، بنزل على الاخر في كمان فولدر، شايفينها؟ بيعمل نيكست وبتصير عنده بالتفريط. كباس يمين نيو اذر، اللي عنده فولدر يحط، اللي ما عندوش يعمل اذر. بالرشمال الاولى يختار اذر، كذلك امر اخر اشي تحت.
هتحيل تمنوت شلي كباس يمين شاني شم حطوا مثلا اس بس بديش تخربطوا بالاسم الصورة اعملوا استاذ على الصورة تعتكو هعتك ارجع على النت بينز على البيكس كباس يمين بيست او هتبيك عمليا احنا لقدام راح نرتب كل الصور بنحطها بتكيا كل كفاتس الموسيقى بتكيا واضح باك جراوند ايمج يو ار ال تفتح قوس تفتح قوسين تعمل قوسين بقلبها بتكتب سلاش اسف بيكس على اس نقطة مثلا جي بي جي اسم الصورة كاملا بدون قرشاي مستاذة اذا بتنتبهوا بما انه تكيات الصور هي جارة شايفين جارة لملفات ال HTML او ملفات الانترنت تاعتي يعني لهم نفس الابو اللي هو ويب بيجز ببلش باسمها اسم الفولدر بعدين سلاش اسم الصورة واضح استاذ كيف الطريقة لانه موجودة ما بقلب الويب بيجز وهي جارة لهاي الصور نكتب استاذ background repeat بعديها control space واعمل no repeat بس نعمل no repeat اذا بنروح هنا طلعوا كيف شايفين اجت وحدي كان هو مكملها مزبوط اللي عندكم كان مكملها لغاد هاي اجت وحده كان عندنا هون في كمان الصورة عم تتكرر مزبوط حطينا